10 طرق طبيعية لعلاج الدوالي. خل التفاح. خل التفاح هو علاج رائع للدوالي ويساعد في التطهير الطبيعي للجسم، كما أنه يحسن تدفق الدم والدورة الدموية. عند تدفق الدم بشكل طبيعي سيقل ثقل وتورم أوردة الدوالي إلى حد كبير. قومي بتطبيق خل التفاح المخفف فوق الدوالي وتدلكيه بلطف. كرري هذه العملية كل يوم قبل الذهاب إلى الفراش ومرة أخرى في الصباح. اتبعي هذا العلاج لمدة بضعة أشهر للحد من الدوالي. بدلا من ذلك قومي بخلط ملعقتين من خل التفاح إلى كوب من الماء. اشرب هذا المحلول مرتين في اليوم لمدة شهر واحد على الأقل للحصول على نتائج إيجابية. فلفل كايين. ويعتبر فلفل كايين علاج ممتاز للدوالي كونه مصدرا غنيا للفيتامين سي، كما أنه يزيد من دوران الدورة الدموية ويخفف من آلام المزدحمة وتورم الأوردة. قومي بمزج ملعقة من مسحوق الفلفل الأحمر إلى كوب من الماء الساخن ويحرك جيدا. اشرب هذا الخليط 3 مرات يوميا لمدة شهر أو شهرين. زيت الزيتون. زيادة الدورة الدموية هو أمر ضروري لعلاج الدوالي. التدليك مع زيت الزيتون يساعد على زيادة الدورة الدموية وبالتالي يحد من الألم والالتهابات. قومي بتدفئة كميات متساوية من زيت الزيتون ودلكيها على الدوالي والأوردة. كرري هذه العملية مرتين يوميا لمدة شهر إلى شهرين. يمكنك أيضا مزج 4 قطرات من الزيت العطري السرو مع ملعقتين من زيت الزيتون الدافئ وتدليك هذا الخليط على الدوالي. الثوم. الثوم ممتاز لتقليل الالتهاب وأعراض الدوالي، كما أنه يساعد على تفتيت السموم الضارة في الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية. أفرمي 6 فصوص من الثوم ووضعها في زجاجة نظيفة وإضافة إليها القليل من عصير البرتقال مع ملعقتين من زيت الزيتون. أترك الخليط لمدة 12 ساعة، بعد ذلك يمكنك تدليك 4 قطرات من هذا الخليط على الأوردة الملتهبة في حركة دائرية لمدة 15 دقيقة، ولف المنطقة بقطعة قماش من القطن وتركها ليلة كاملة. كرري هذه العملية يوميا لعدة أشهر. عشبة مكنسة الجزار. هذه العشبة مفيدة جدا للتخفيف من آلام الدوالي. تحتوي على مركبات تساعد على تخفيف الالتهابات في حين أن تشنج الأوردة بسبب نشاطها المضاد للالتهابات. قومي باستعمال 100 ملغ من مكملات مكنسة الجزار 3 مرات في اليوم. مكملات مكنسة الجزار تحتوي على فيتامينات جنبا إلى جنب مع الكالسيوم والكروم والمغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والزنك، وهذه المواد تساعد على شد وتقوية وتقليل الالتهابات في الأوردة وتحسن تدفق الدم إلى الساقين. زيت الخزامي. هذا الزيت يساعد في تهدئة واسترخاء الأعصاب، كما أنه يخفف من الألم والالتهابات. يعمل كمسكن قوي ومضاد للالتهابات للتخلص من الدوالي. اخلطي 3 قطرات من الزيت مع ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا. امزجي هذه الزيوت على منطقة الدوالي مع التدليك بلطف لمدة 15 دقيقة. كرري هذه العملية مرة واحدة أو مرتين في اليوم لمدة شهرين. زهرة القطيفة. زهرة القطيفة هي مصدر غني لفيتامين سي وتحفز على إنتاج الكولاجين وتساعد في إصلاح الخلايا، كما أنها تساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيف أعراض مختلفة من الدوالي. قومي بغلي كوب من الزهور في 4 أكواب من الماء لمدة 5 دقائق. بعد ذلك انقعي قطعة قماش ووضعها على المنطقة المصابة بالدوالي وتركها لمدة حتى تبرد تماما. كرري هذه العملية 10 مرات في اليوم لمدة 4 أشهر. طرق التخلص من دوالي الساقين. ممارسة التمارين الرياضية وبخاصة رياضة المشي أو أداء الأعمال العضلية والتي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقليل احتمال الإصابة بدوالي الساقين. تجنب الجلوس لفترة طويلة دون حركة لأن ذلك يضعف الدورة الدموية ويزيد فرصة الإصابة بالدوالي، ولابد من تبديل وضعية الساقين في كل فترة مع تجنب وضع ساق فوق الآخر لأن ذلك يعرض القدمين للإصابة بالدوالي ولحدوث الجلطات لأنها تمنع مرور الدم في الأوعية. ارتداء الجوارب الضاغطة التي تعتبر أفضل الطرق لعلاج دوالي الساقين وتنشيط الدورة الدموية، مع ضرورة ارتدائها منذ ساعات الصباح الباكر وتجنب ارتدائها خلال النوم. التقليل من الوزن الزائد والحفاظ على رشاقة الجسم لأن السمنة تضغط بشكل كبير على الساقين وتسبب تورمهما، إضافة إلى أنها تضعف سريان الدم في الأوردة.
تدليك الأقدام بشكل مستمر من فترة لأخرى لأن ذلك يخفف من الآلام ويحسن الدورة الدموية. الاسترخاء قبل النوم، وذلك من خلال النوم على الظهر في السرير مع رفع القدمين على وسادة لتصبح أعلى من مستوى الجسم. هذه الحركة تريح الجسم وتسهل جريان الدم في الساقين وتمنع الضغط عليهما. استخدام أنواع من المواد الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في علاج دوال الساقين، كتدليك الساقين بخل التفاح أو الزنجبيل الحار وزيت الكافور مع تكرارها يوميا حتى تزول أثار الدوال تماماً.